جدر القردة ينضم إلى أكثر من 30 مرضا آخر يجب الإبلاغ عنها، مثل أمراض الحصبة والسل والملاريا المدرجة على قائمة التنبيه. وهذا يعني أن على الأطباء في إنجلترا والمختبرات اختار وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إذا تم تحديد إصابة بفيروس جدر القردة. لابد من كل الأطباء الإبلاغ والاختار الجهات المختصة عند تشخيصهم حالة جدري القرود. أيضا المعامل بعد التشخيص المعملي لابد من اختار الجهات المختصة. ده محاولة من بريطانيا والجهات الصحية لمعرفة مناطق الانتشار ومنع الانتشار بين المواطنين. رصد الحالات وتتبع المخالطين على رأس أولويات سلطات الصحة مع ارتفاع الحالات التي تجاوزت 300 إصابة، لكن عامة الناس ليسوا قلقين بشأن الفيروس وإن رحبوا بتصنيفه ضمن الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها. أعتقد أنه ترويج مخيف، ولا أعتقد أنه فيروس مقلق بشكل خاص. لقد تقدمت في السن لدرجة أنني لا أستطيع القلق بشأن أشياء من هذا القبيل، لكن بالتأكيد يجب إخطار السلطات حتى يكون الجميع بأمان. أغلب حالات جدر القردة في بريطانيا سجلت في لندن وفي جنوب شرقها، وعادة ما يتخلص المصاب من المرض الذي يسبب طفحا جلديا وبثورا بعد أسابيع قليلة من ظهور جدر القردة الذي كان يقتصر بشكل عام على مناطق في وسط وغرب إفريقيا، ولكن الفيروس شهد انتشارا مؤخرا في أكثر من 20 دولة. التشخيص والإبلاغ هما المفتاح لوقف نقل فيروس جدر القردة وعلاج مرضاه والسيطرة على العدوى بسرعة بحسب وكالة الأمن الصحي، ومن أجل فهم المرض أيضا بشكل أفضل ومدى انتشاره في البلاد. مصطفى زارو، الحدث، لندن.